وسط كثير من الأوجاع العربية أوقد مهرجان جرش شعلته 29، وما بين عراقة المكان والتاريخ سعى القائمون على المهرجان إلى نشر ثقافة الفرح، مؤكدين على أن الفن والثقافة حق إنساني. في ظل وجود مهرجان جرش يشاهد مئات العروض الفنية والثقافية والفلكلورية ونجوم الغناء والطرب وشعراء وكتاب وصناعات حرفية وتقليدية، كل هذا الطيف الفني والثقافي نقدمه في رسالتنا، رسالة جرش إلى العالم. جرش بتاريخها وأهلها كانت حاضرة هذا العام في مهرجانها، حيث كان بمثابة بوابة جرش للعالم من خلال حرف يدوية ومنتجات محلية ومأكولات تراثية اصطفت على جنبات جرش العتيقة. مهرجان هو فرصة أتيحت لنا، ويعتبر مثل ما قلت لك نافذة تسويقية على مستوى العالم. رقصات الفلامينغو ومسرحيات الأطفال والأمسيات الشعرية وفنانون حضر للقائهم آلاف الحضور على هذا المدرج، كلها أطياف فنية اجتمعت في مشهد واحد. وعلى موعد الرومانسية التقت الفنانة إليسا بعشاقها، موعد تحقق على هذا المدرج. جاي من العراق بالأردن، وشفت المهرجان مال جرش في أليسا، جينا نحضره. أليسا يعني نحن الشباب بنحبها، والبنات فعلا من البنات بغارهم من عندها. أما محبوب العرب محمد عساف الذي أحيا أولى ليالي المهرجان، فقد أعاد كبار السن بصوته إلى شباب رقصوا ودبكوا، وفرحتهم كانت سابقة لخطاهم. مهرجان جرش شمال العاصمة عمان، سهى جميل، العربية.